بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. حلقه جديده واخبار جديده هتسمعوها وتعرفوها معانا النهارده في حلقتنا الجديده، حلقه الاشبال. ان شاء الله في الجزء الثاني من حلقتنا النهارده هيكون ضيفي وضيفكم واحد من ابناء الاهلي ولاعبي النادي الاهلي السابقين، كابتن عمرو الحلواني. يعني من كام يوم اصبح مدير اكاديميه النادي الاهلي فرع بنها، واحد من ابناء النادي الاهلي، وهنتكلم معاه ان شاء الله في النهائي الافريقي، النهائي المرتقب اللي بينتظره كل عشاق النادي الاهلي يوم الاحد القادم، الاهلي امام الوداد. وهنتكلم برضو معاه عن اكاديميات النادي الاهلي. لكن طبعا في مقدمتنا في البدايه هنتكلم عن الفريق الاول والتحضير للنهائي الافريقي لاهلي امام الوداد. كل الفتره دي كل السوشيال ميديا، كل جماهير النادي الاهلي، كل اعلام النادي الاهلي، وكل محب النادي الاهلي، مفيش عندنا غير الدعم والمسانده، الدعم والمسانده للاعبي الفريق الاول بالنادي الاهلي، وايضا كل الدعم والمسانده لمستر كولر وكل الجهاز الفني. لعبنا شوط اول اكثر من رائع في استاد القاهره، شوط كان رجولي، شفنا فيه مؤازره كبيره جدا من كل جماهير النادي الاهلي، بنقول لهم الف شكر على الدعم والمسانده خلال 90 دقيقه، وما زال الدعم والمسانده خلال الايام القادمه. أيضا بشكر لعيبة النادي الأهلي على الأداء القتالي والأداء الرجولي في المباراة الأولى، ما حدش أثر من اللعيبة، شفنا روح عالية من كل لاعبي النادي الأهلي، شفنا روح قتالية من أول دقيقة لآخر دقيقة. علشان كده خلال الكام يوم القادمين مهمين جدا، لازم لغة الحوار وكل اللي يشوفوا ردود الأفعال لاعبي النادي الأهلي سواء من جماهير النادي الأهلي أو إعلام النادي الأهلي أو على السوشيال ميديا، إن النادي الأهلي إن شاء الله قادر إنه يحصد البطولة الـ11 في تاريخه. الحلو قوي والإيجابي قوي خلال الفترة اللي فاتت وبعد انتهاء المباراة، أي حد تسأله في الشارع الأهلاوي تقول له إيه الأخبار؟ شايف المباراة التانية إزاي؟ النادي الأهلي ممكن يقدر؟ يقول لك إن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي قادر، ولاعيبة النادي الأهلي قادرة إنها تحصد البطولة 11. كل ردود الافعال الايجابيه دي جت منين؟ ما جتش من فراغ، جت من بدايه الموسم واحنا شايفين لاعبي النادي الاهلي بتحصد بطوله ورا بطوله، شفنا الابطال وهم بياخدوا بطوله السوبر في بدايه الموسم امام الزمالك واداء اكثر من رائع وبطوله قتاليه. شفنا ايضا كاس مصر لاعيبه النادي الاهلي نفس اللعيبه ونفس الجيل ونفس الجهاز الفني ايضا بياخدوا البطوله الثانيه، كاس مصر امام بيراميدز. شفنا البطولة الثالثة السوبر المصري أمام بيراميدز، وإن شاء الله الدوري ما شاء الله وإحنا ماشيين فيه بخطى أكثر من رائعة، ما يقرب من حوالي 5 مباريات من 10 مباريات نكسبهم تكون البطولة الرابعة إن شاء الله لينا السنة دي الدوري الممتاز. ردود الفعل جت من الأداء الأكثر من رائع في كأس العالم للأندية، والنادي كورة ولا أحلى ولا أروع في تاريخه منذ انطلاق بطولة كأس العالم للأندية، وحصدوا أو بنحصد المركز الرابع. كل ردود الافعال الايجابيه دي جت ما جتش من فراغ، جت من اللي احنا شفناه من بدايه الموسم من مستر كولر والتدوير اللي بيعمله وثقته في كل اللاعبين في كل المراكز، حتى لو لعيب بعيد ومش موجود في التشكيله الاساسيه بصفه رسميه وبيجي من بعيد بيأدي اداء اكثر من رائع، واخرهم كان مصطفى شوبير. علشان كده لما تسال اي حد في الشارع الاهلاوي تقول له الاهلي ان شاء الله قادر، يقول لك باذن الله لعيبة النادي الأهلي قادرة إنها تحصد البطولة الـ11. علشان كده عجبني برضو إن إحنا دايما بنتعلم من السابق أو من الماضي. البطولة السابقة اللي كانت في الوداد اللي إحنا خسرناها، ارجع كده بالكواليس للماضي هتلاقي في حاجات كتير جدا شغلتنا بره الملعب، بداية من التنظيم في ملعب الوداد، المباراة اللي كانت أو البطولة اللي كانت من مباراة واحدة كانت في ملعب الوداد، خدت مننا ومن تفكيرنا كتير جدا، شكاوى الاتحاد الافريقي وللكاس والاتحاد الدولي وهنا وهنا، كلامنا وحديثنا كتير عن التحكيم، كلامنا وكتير عن المساندات من قبل احد الاشخاص في الاتحاد الافريقي او الاتحاد الدولي المنتسبين لدوله المغرب. عجبني جدا تركيزنا خلال الفتره دي، ان احنا ازاي قافلين على نفسنا، ازاي ان احنا مش قدامنا غير هدف واحد، هو ازاي ان شاء الله نجيب البطوله من المغرب. امبارح كان في اجتماع مهم جدا، كابتن محمود الخطيب
ورسائل مهمة جدا. كابتن محمود الخطيب دايما بيظهر مع الفريق الأول أو لاعبي النادي الأول أو الجهاز الفني في أوقات مناسبة. بعد انتهاء المباراة تاني يوم في التدريبات راح الكابتن محمود الخطيب امبارح، ودعم كبير جدا ومساندة، وزي ما احنا شايفين دلوقتي في الصور معانا والفيديوهات، دعم كبير جدا للاعبي النادي الأهلي علشان يقول لهم كلنا كمجلس إدارة ومنظومة النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي وإعلام النادي الأهلي كلنا وراكم، كلنا مساندين ليكم، ما عندناش أعذار. مش هنقول أصل التحكيم، مش هنقول أصل الحكم ظلمنا في مباراة الذهاب في القاهرة، وكان فعلا ظلمنا، بس مش هنعلق شماعات. المرة دي إن شاء الله عندنا جهاز فني محترم، وعندنا لاعبين على أعلى مستوى، عندنا لعيبة لعبت في أعلى المناسبات وأعلى البطولات، لعيبة كلهم في منتخبات سواء في منتخب مصر أو منتخب مالي أو منتخب تونس أو منتخب جنوب أفريقيا، عندنا لعيبة لعبت في مناسبات كبيرة. علشان كده إن شاء الله كلنا عندنا إرادة وتصميم إن إحنا نرجع البطولة دي إن شاء الله من المغرب، ويكون يوم 11 هو اليوم ال11 في البطولة الأفريقية للنادي الأهلي. كان رسائل مهمة جدا للكابتن محمود الخطيب، وأيضا رسائله لمستر كولر علشان يقول له احنا كلنا ثقة ودعم ليك، احنا عندنا مدير فني كبير، عندنا مدير فني السنة دي ما شاء الله لو بنتكلم لا ده حصد 100% من البطولات، 2 سوبر، بطولة كاس مصر، بطولة الدوري ان شاء الله على الأبواب، وكمان الشوط الثاني هناك في المغرب. عندنا مدير فني كبير وعندنا لعيبة كبار. علشان كده رسائل الكابتن محمود الخطيب بالأمس كانت رسائل مهمة ورسائل دعم، وإحنا شايفينه وهو واقف مع اللعيبة في ملعب مختار التتش، عشان الرسالة مهمة جدا تاني يوم توصل للعيبة. إن بعد الهدف اللي أحرزه الوداد حسيت شوية إن ممكن يكون في إحباط، لا بنقول لكل اللعيبة ارجع للماضي وشوف تاريخ النادي الأهلي، النادي الأهلي اللي حقق 10 بطولات أفريقية، وأنا بفكركم منهم 5 خارج القاهرة، كلهم 5 من خارج ملعبنا. ارجع بالتاريخ وتعالوا نذكر حضراتكم سنة 82 لما الجيل الذهبي للنادي الأهلي قص شريط البطولات الأفريقية، كانت البطولة في كوتوكو في غانا، كانت خارج ملعبنا، كانت المباراة الأولى في مصر والمباراة الثانية خارج ملعبنا زي ما احنا شايفين دلوقتي، ودي كانت أول بطولة أفريقية للنادي الأهلي، وكان جيل عظيم قص شريط البطولات، وجي من بعديه أجيال كتير قدرت تحصد بطولات النادي الأهلي وتحط بطولة على بطولة. البطولة الثانية اللي كانت خارج الديار أو خارج ملعبنا كانت في 2006، وكانت بطولة مهمة، وتعالوا أفكر حضراتكم بالمباراة الأولى اللي كانت في استاد القاهرة اللي انتهت 1-1، والناس كلها مفكرة خلاص ان الصفاقسي التونسي اخذ البطوله. وقتها مانويل جوزيه دخل اوضه اللبس للاعيبي الصفاقسي وهم بيحتفلوا، قال لهم للجهاز الفني واللعيبه انا هروح هكسب البطوله هناك من تونس وهرجع بالكاس دي هنا لمصر. وكانت رسائل ضغط ورسائل مهمه عشان يعرفوا ان النادي الاهلي كبير، وبالفعل توفيق ربنا كان موجود، وقدرنا في الثواني الاخيره عن طريق محمد ابو تريكه الهدف اللي احنا شايفينه قدام حضراتكم ده، وقدرنا نحصد البطولة من تونس. البطولة الثالثة برضو البطولة اللي كانت في جروة، كان أمام القطن الكاميروني وهناك كسبنا ورجعنا بالبطولة سنة 2008. أيضا كمان في 2012 كانت الأمور متأزمة، مباراة الترجي التونسي، وقتها الترجي التونسي كانت فرقة من الفرق الكبيرة وما زالت فرقة من الفرق الكبيرة في أفريقيا، انتهت المباراة الأولى في القاهرة 1-1، ورحنا هناك وقدرنا نكسب وأدينا مباراة تاريخية ومكسب تاريخي للنادي الأهلي، وحصدنا أيضا البطولة الرابعة خارج الديار. البطولة الخامسة كانت أمام كايزر تشيفز، كانت نظام البطولة مباراة واحدة كانت في المغرب، ولعبنا أمام كايزر تشيفز من مباراة واحدة وقدرنا نحصد البطولة الخامسة خارج ملعبنا. علشان كده بفكر الجيل الحالي، بفكر كل جماهير النادي الأهلي، النادي الأهلي عنده 10 بطولات أفريقية منهم 5 خارج ملعبنا. تخيل بعد الأمور اللي أنا بقولها لحضراتكم دي، وبعد الأوقات اللي كان فيها صعب صعوبات، دلوقتي أنت كسبان الوداد المغربي على ملعبنا،
لازم يبقى عند لعيبه النادي الاهلي ثقه كبيره. النهارده لو انا تعادلت اي تعادل هناك سلبي او ايجابي هكون انا بطل البطوله الافريقيه. حتى لو تاخرت عندي فرصه، لو تاخرت بهدف عندي فرصه طوال ال 90 دقيقه ان انا ارجع بهدف التعادل واخد البطوله. لا قدر الله لو تاخرت بهدفين عندي فرصه برضو خلال ال 90 دقيقه احرز هدف واروح للوقت الاضافي وركلات الجزاء. النادي الاهلي فرصه كبيره، علشان كده بقول لعيبه النادي الاهلي لازم يكون عندكم ثقه كبيره في ربنا سبحانه وتعالى وفي نفسكم انكم جيل عظيم. النادي الاهلي للمره الرابعه في تاريخه والثانيه بعد جيل 2005 و6 و7 و8 تاني مره بيتحقق الكلام ده. للمره الرابعه النادي الاهلي بيوصل للمباراه النهائيه وبيلعب فاينل. دي كلها امور كبيره جدا. الحاجه برضو من الحاجات اللي تدعو للتفاؤل، شوف الوداد المغربي لعب 76 مباراه على ملعبه أفريقية في دوري أبطال أفريقيا، خسر منهم 4 مباريات على ملعبه، بالمناسبة من ضمنهم 2 ماتشين من النادي الأهلي على ملعبه في ملعب الوداد. كلها دي أرقام وأشياء تدعو للتفاؤل. علشان كده بقول لحضراتكم، لو سألت أي حد في الشارع الأهلاوي ولو سألتني أنا شخصيا هقول لحضراتكم الأهلي يقدر. جرب حظك، السولية جرب حظك، جول، قلت جرب حظك، قلت يا ابني جرب حظك. عدت وادي الفرصة وجول، جول 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 تاني، محمد شريف. إن شاء الله الأهلي يقدر. أنا بقول لكل جماهير النادي الأهلي واللي بيشوفونا دلوقتي عبر قناة النادي الأهلي، شاركونا في هاشتاج الأهلي يقدر، بعتولنا كل رسائل حضراتكم، كل دعمكم للاعبي الفريق الأول والجهاز الفني. يعني هنبعت لكل الناس، ودلوقتي هتكون موجودة معانا على شاشة قناة النادي الأهلي كل رسائل دعم حضراتكم. زي ما شايفين احنا دلوقتي هاشتاج الأهلي يقدر، الرسائل دي مهمة جدا وكلها توصل لاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني، وهتكون إن شاء الله رسائل مهمة جدا ومحفزة قبل المباراة المهمة والمرتقبة يوم الأحد القادم. نروح لتليفون مهم دلوقتي، ودايما واحد من النجوم الأهلي السابقين اللي دايما يعني ليه آراء مهمة، دايما آراء بنحطها دايما في حسباننا، ودايما ليه آراء يعني بتكون مهمة جدا. كابتن ضياء السيد نجم الأهلي السابق، تحياتي ليك يا كابتن ضياء. ازيك يا اسامه، اخبارك ايه؟ ايه الاخبار؟ منور قناه الاهلي. انت منوره بيك وباهلها. قول لي بقى، شايف المباراه الثانيه ازاي؟ المباراه الاولى انتهت في القاهره 2-1 فوز النادي الاهلي. بعض من الناس كانوا قلقين شويه، لكن الكابتن ضياء السيد ليه وجهه نظر مختلفه. طبعا الناس قلقت لانه التوقيت بتاع الجول خلى الناس تبقى في قلق، ان انت في الوقت اللي انت في سبيلك لاحراز الهدف الثالث والرابع تستقبل الهدف. لكن انا بس بهدوء كده، الناس انا عارف بتبقى منفعله شويه في اثناء المباراه. تخيل الفرصه اللي انقذها مصطفى شوبير، كانت النتيجه 0-0. تخيل ان الفرصه دي كانت وهي هدف محقق وانقذها شوبير مصطفى ببراعه يعني. لو جه الهدف ده وانت تعادلت في اخر الشوط وجبت جون الشوط الثاني كانت الامور كانت هتبقى اهدى شويه. لكن هو توقيت الهدف وقت انت بتضيع فرصه في 2 في 3 وبعدين بتقبل هدف في توقيت ده مثير، فده بيسبب احباط لبعض الوقت. لكن اللي انا عايز اقوله، احنا عملنا مباراه كبيره جدا جدا جدا،
كان ينقصها زيادة عدد الأهداف. الغلطة بتاعت الهدف بتحصل عادي، وعادي انك تلاقي فرقة كبيرة مش بتلاقي فرقة صغيرة تستقبل. لكن في النهاية المباراة من شوطين، شوط في مصر وشوط في المغرب، انت تحكمت في كل شيء داخل الملعب في المباراة الأولى إلا بعض الفترات القليلة جدا. أحرزت هدفين وهم ما كانوش كفاية بالنسبة للعب وبالنسبة للفرص اللي كانت موجودة على الأرض، لكن في النهاية انت كسبت. النادي الأهلي قادر، قادر إن شاء الله بمجموعة اللعيبة دي بالمستوى العادي بالجهاز الفني والأداء الرائع بالتصميم وبإنك انت ترجع بالبطولة إن شاء الله. أعتقد يعني الأمور التكتيكية مش يعني احنا واثقين في الراجل، واثقين بنعمله في اللي بيعمله، وهو عمل الشغل ده كتير في ماتش الرجاء، في ماتش الترجي، في كل مشوار البطولة. في 90% من مشوار البطولة عمل أداء راقي في الداخل وفي الخارج. فأنا إن شاء الله يعني عندي يقين بأمر الله، بأمر الله إن احنا نرجع بالبطولة إن شاء الله. إن شاء الله. فنية بقى كابتن ضياء، عايزين نتكلم فنيا أكتر عن المباراة الثانية اللي هتكون في المغرب. كولر يعني طريقة اللعب تكون إزاي؟ إيه الأنسب؟ وظائف اللعيبه ممكن تختلف في المباراه نفسها خلال 90 دقيقه. شايف وجهه نظرك الفنيه ازاي يا كابتن ضياء؟ وجهه النظر طبعا الماتش في ملعبك غير الماتش الثاني، انت جايب جونين وداخل فيك هدف، فطبعا هتكون في ديلي، هتبقى مؤخر الى حد كبير، وتشتغل على انك تستحوذ وتلعب في التحولات. التحولات الاهلي بيعملها بشكل كويس جدا جدا في الفتره الاخيره. تحولات دايما بيسند على ثلاث او اربع لعيبه، بيرسيتاو وكهربا او شريف حسين وحمدي او السوليه. كل التحولات دي احنا بنبقى مركزين بشكل كبير جدا في 18 الخصم وبنقدر نسجل منها. وانا شايف انه الحاجات اللي هي في حاجات اساسيه دايما الوداد بيعملها، اول حاجه الراجل راس الحربه السوداني دايما عنده طول وعنده جامب، دايما بيلعبوا على الحته دي، هو بيطلع وبيعمل اللي جاي من تحت. فمهم جدا انه الكره الثانيه بعد ما بيلمسها، لانه عشان هو عنده طول فمعظم الكرات هياخدها. يعني ما ينفعش نقاوح فيها، ما نقاوحش فيها، لكن احنا نحصن نفسنا على الكره الثانيه دايما. يعني لو تفتكر الفرصه اللي ضاعت ما لعبناش كويس على الكره الثانيه، هو طلع ولعبها وعملها، كان في تحرك خاطئ شويه من مروان عطيه وبرده معالي معلومه ضم شويه بالظبط. لا كله باصص على الكوره، ما باصش على المان اللي حوالين الكوره فراحت للراجل انفراد. فدي من اساسيات لعب الوداد، من اساسيات اللي لعبوهم الراجل ده. فانت هتلعب وهتاخد كور منه، لكن مش هتاخد معظم الكور. تمام. طب ما اخدش معظم الكور، يبقى انا حوالين الكوره وحوالين المدافعين اللي بيطلع معاه مدافع واحد او اثنين، لازم تبقى تمركزاتنا كلها مان مع لعيبه الوداد اللي منتشرين حوالين الكوره، هم عارفين بيندفعوا مع الكوره الطويله، هو بيطلع يسندها للي جاي. فده مهم جدا. دي احدى الكرات الاساسيه اللي بيلعبوا عليها بشكل كبير جدا، استغلالا لطول الراجل وانه هو بيسند. بعد كده انا متاكد ان نص الملعب هيتقفل زي ما اتقفل في ماتش الرجاء ان شاء الله. ومهم جدا، مهم جدا الباص السليم، لانه ممكن باص واحد يخليك تجيب هدف ان شاء الله، وده هيحصل بشكل كبير باذن الله. المساحات يا كابتن ضياء، هو هنا انت كنت في حاله هجوم مستمر، كان في اكيد مساحات ليه بيعرف يتحرك فيها، زوره للمترجي، سامبو المهاجم عنده مساحات كبير. المساحات دي هناك النادي الاهلي هيقفل، هتكون خطوطه متقاربه، نفس الحاله هيكون المساحات هناك موجوده، ازاي يستغلها لاعبي النادي الاهلي؟ دي الاهم، ودي الاهم. المساحات اللي هي هتبقى، لان انت هتلعب هتاخر، هو هيندفع، لانه النتيجه بتخليه انه يندفع بشكل كبير جدا عشان يحقق هدف. في ده انت لو دفعت كويس بشكل جماعي، التحولات زي ما بقول لك احنا عندنا بنعمل تحولات كويسه، حسين بيعرف يجري في ظهر الخصم، بيرسيتاو بيعرف يعمل اسيست ويعرف ياخد في ظهر الخصم، كهربا وشريف بيقدروا يخترقوا من الناحيه دي. عشان كده مهم جدا، الفرص مش هتبقى كتير زي الماتش الاولاني، لكن هتبقى في فرص مؤكده، خصوصا ان هم عندهم، رغم ان هم كانوا بيلعبوا 4-5-1 هنا في الماتش، لكن النادي الاهلي قدر انه يخلخل الدفاع ده ب
بالباص العميق وبالتحركات بزياده ممتازه من اللعيبه كلها خلقت فرص. كهربا ضيع فرصتين، اسين ضيع واحده، بيرستاو ضيع اثنين. فمهم جدا وانت بتعمل التحولات الباص يبقى سليم جدا. لكن الاهم وانت بتعمل تحولاتك الديفنس بتاعنا والناس المتمركزه تبقى مصحصحه لاي رد فعل. تمام. شايف المختلف ايه يا كابتن ضياء بين النهائي السنه اللي فاتت والسنه دي؟ المختلف انك انت رايح كسبان. انت رايح وفي جعبتك نتيجتين تشتغل عليهم بشكل كويس. فمهم جدا انك هتشتغل عكس الماتش ده. انا بتكلم عن الناحيه الفنيه، الناحيه المعنويه انت خلاص اتعلمت انك تعمل توتره حوالين فرقتك، مفيش كلام كتير. الكابتن خطيب راح للفرقه واداهم الثقه الكافيه، كولر نفسه عنده ثقه في اللعيبه واحنا كلنا عندنا ثقه فيهم، لان الشوشره والكلام والحكم واخر رملاك وغيره انت خلاص اتعلمت من ده وخلاص مهدي نفسك وبتفكر في 90 دقيقه بشكل كبير جدا. وانا شايف ان ده جانب مهم جدا جدا، لان ده شحن طاقات اللعيبه شحن ايجابي. كابتن ضياء، ايه اللي عايز يشوفه خلال كام يوم اللي جايين من جماهير النادي الاهلي سواء على السوشيال ميديا، وعايز يشوفه ايضا من لاعبي النادي الاهلي يوم الاحد اللي جاي ان شاء الله في المباراه؟ بص، الحاجتين مش محتاجين ان احنا نطلب ان احنا نشوفهم. الجمهور الاهلي من بعد المباراه كان في شويه كلام واحباط، وبعديها على طول ثاني يوم الموضوع اتغير. تمام. كم الدعم راقي جدا، الناس واعيه للي حاصل وبيفكروا بعض وبيفكروا اللعيبه. انا عارف ان هم مركزين بشكل كبير جدا، مروا بالتجربه اللي فاتت اللي كانت سيئه، والتجربه دي علموا منها بشكل كويس. وجود حسام غالي رئيس البعثه وهذه حاجه مشرفه، وحاجه لعيب كبير اتحط في الموقف ده كتير جدا بشكل كبير. وجود الكابتن خطيب طبعا قمه الثقه وقمه الطمأنينه للاعيبتنا بشكل كويس. فانا شايف ان الامور الحمد لله مثاليه، ناقص 90 دقيقه ان شاء الله تؤدى بشكل راقي ان شاء الله. اخيرا كابتن ضياء، ان شاء الله الاهلي يقدر؟ انت يقدر ونص ان شاء الله. ان شاء الله يقدر ونص باذن الله. باذن الله. بنشكرك شكرا جزيلا كابتن ضياء السيد، يعني وكانت اخر رساله من الكابتن ضياء، قال ان شاء الله الاهلي يقدر ونص كمان، هو ده اللي عودنا عليه النادي الاهلي. ان شاء الله كابتن حسام غالي هيكون مرافق لبعثه النادي الاهلي، هيكون رئيسا لبعثه النادي الاهلي في المغرب. كل التوفيق ان شاء الله للكابتن حسام غالي، وهو مر بالظروف دي وهو لاعب قبل كده وشال كاس افريقيا سنه 2012 في تونس. ان شاء الله يكون موجود يعني ويرفع الكاس على منصه التتويج باذن الله في المغرب. كابتن حسام غالي رئيسا لبعثه الاهلي في المغرب. قرر مجلس اداره النادي الاهلي تكليف الكابتن حسام غالي عضو مجلس الاداره برئاسه بعثه الفريق الاول لكره القدم المتجهه الى المغرب بعد غد الخميس لملاقات فريق الوداد يوم الاحد المقبل في اياب الدور النهائي لدوري الابطال. ويعكف الكابتن حسام غالي حاليا على الاطمئنان على كافه الامور الخاصه بسفر البعثه والعمل على توفير كافه سبل الراحه للجهاز الفني واللاعبين. تغادر بعثه الاهلي القاهره على متن طائره خاصه وتعود في اليوم التالي للمباراه. وايضا كمان الكابتن محمود الخطيب هيكون ان شاء الله مرافق لبعثه النادي الاهلي، واكيد تواجد الكابتن محمود الخطيب مهم جدا، دعمه ومساندته للاعبي النادي الاهلي. وهي دي دايما الرسائل، حتى لو ما اتكلمش كتير فمجرد اللعيبه شافاه وسطهم دعمه ليهم، فده ان شاء الله يكون يعني مردوده ايجابي وكبير باذن الله، ويرجعوا مكللين باذن الله بالفوز. وان شاء الله تكون ال 11 يوم 11 في النادي الاهلي. نروح لفاصل سريع، وبعد الفاصل مستمرين في اخبارنا مع حضراتكم، ولكن بعد الفاصل. حبينا نرجع لحضراتكم بعد الفاصل باهداف واحد من نجوم النادي الاهلي، واحد من معشوق جماهير النادي الاهلي، واحد عنده رصيد كبير جدا عند جماهير النادي الاهلي، علي معلول ملك الحلول زي ما بيقولوا. ان شاء الله علي معلول يكون واحد من الاسباب الرئيسيه باذن الله في المغرب في اسباب تتويج النادي الاهلي بالبطوله ال 11. بقول لكل جماهير النادي الاهلي وكل اللي بيتابعونا دلوقتي، شاركونا في هاشتاج الاهلي باذن الله قادر. النادي الاهلي ان شاء الله
يقدر على حصد البطولة ال 11 إن شاء الله يوم 11 في المغرب. شاركونا وكل رسائل حضراتكم هتكون معانا دلوقتي على شاشة قناة النادي الأهلي، وأكيد كل رسائل دعمكم للاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني هتوصل لهم، وأكيد هتكون ليها سبب كبير إن شاء الله في البطولة ال 11 بإذن الله. نروح لتليفون مهم دلوقتي جدا معانا، شاعرنا الكبير الأستاذ جمال بخيت، واحد من شعراء مصر والعاشقين لبلدنا وللنادي الأهلي. مساء الفل يا أستاذ جمال، ومنور قناة النادي الأهلي. الله يخليك يا أسامة، الله يخليك يا حبيبي، النور نورك. ال 11 يوم 11 إن شاء الله. ال 11 يوم 11 أنا كتبتها، وبعدين أمير فهمي المشجع الأهلاوي الكبير اللي عايش في أمريكا قال لي دي تنفع أشتري، قلت له همتك يا باشا، أستاذ تكنولوجيا وفي الهاشتاجات وفي الحلويات. حلو قوي. يعني قلت له همتك يا باشا، فراح عامل الهاشتاج فعلا. ال 11 يوم 11. 11 يوم 11 انا اول مره اقولها قبل المباراه بحوالي ساعتين. كنت بتكلم مع صديقي الشاعر عبد الله حسن وهو اهلاوي كبير. فقال لي اخبرنا ايه يا استاذ؟ احنا هنعمل ايه؟ هو بيتفائل بتنبؤاتي يعني. كويس. قال لي احنا هنعمل ايه؟ قلت له هنغلب. قال لي بس مصطفى شوبير، قلت له هيتألق يا عيني. قال لي طب ايه يعني هناخد البطوله دي؟ قلت له ال 11 يوم 11. حلو قوي المطلع الاغنيه الجميل ده، ال 11 يوم 11. يوم 11 قاعد يسقف. كويس. نزلت في مكان في الشيخ زايد هنا عشان اتفرج على المباراه، اتلم في مجموعه اصدقاء. جت قعدتي جنب الاعلامي الكبير والزملكاوي ايضا طارق علام. حبيبي الاستاذ طارق علام. والحقيقه ان هو يعني من اصدقائنا الكثير الزملكاويه المحبين والمحترمين، واخد بالك، الجمهور المصري الاصيل اللي كان بيشجع زي ما احنا بنعمل وبنشجع الزمالك لما يكون بيلعب في اي مباراه. الاهلي بيلعب باسم مصر، فكل الالوان اكيد متفقه على النادي الاهلي في اليوم ده. الحقيقه ان طارق علام من هذا النوع الفاخر. قال لي ايه بقى النهارده؟ قلت له ال 11 يوم 11. يعني ايه؟ قال لي يعني ما كانش واخد باله ان احنا هنلعب يوم 11. فقلت له يعني البطوله ال 11 الطارق هتيجي ان شاء الله يوم هتعلن يوم 11. حلوه نغمه التفاؤل دي يا استاذ جمال، مهمه جدا، وحضرتك يعني كتبتها قبل المباراه، بعد المباراه بتقول ايه برضو للناس؟ ان احنا عايزين الفتره دي فتره تفاؤل ودعم ومسانده للاعيب النادي الاهلي وجهاز الفني. هو يا جماعه احنا عشنا اللحظات دي قبل كده يا اسامه. ما احنا عشنا لما كنا متعادلين هنا ورحنا غلبنا. وانا قلت في المقدمه بتاعتي احنا لعبنا كسبنا 10 بطولات افريقيه، منهم 5 من خارج مصر، من خارج ملعبنا. بالظبط كده. الوداد نفسه، واخد بالك، وطبعا تحيه من خلال الوداد الشعب المغربي الشقيق يعني. الوداد اخر المباراه الاخيره قبل النهائي اللي هي في نصف النهائي على ارضه مع صن داونز تعادل 1-1. حقيقه. فبالتالي يعني ايه؟ احنا لا، احنا رايحين بعدد وافر من الفرص. التعادل في صالحنا، الفوز في صالحنا، لا قدر الله لو اتغلبنا 3-2 4-3 وده مش في صالحنا دلوقتي. فرص عجيبه جدا. بالاضافه لانه الحقيقه الاهلي دلوقتي هو افضل كوره في افريقيا. حقيقه. يعني بلا منازع كلاعب. والاهلي كمان في المباراه الاولى ما شاء الله قدم مباراه كبيره وفنيا اعلى من الوداد كمان. بكثير جدا. فاذا بنتكلم على فنيات، اذا بنتكلم على مستوى لعيبه، اذا بنتكلم في الموسم اللي احنا فيه ده عن
نتائج الاهلي قصاد نتائج الوداد، احسب نتائج المباريات. ايوه الاهلي ما شاء الله، الله اكبر، يعني الثلاثات كتيره قوي ما شاء الله، الحمد لله، الله اكبر الله اكبر الله اكبر. فاحنا بنسجل في كل يعني فريق الحمد لله. رسائلك ايه يا استاذ جمال؟ رسائلك ايه بقى للاعبي الفريق الاول بالنادي الاهلي قبل السفر ان شاء الله، هيسافروا يوم الخميس والجهاز الفني للمغرب، رسائلك ايه للاعبي الفريق؟ التركيز حتى صافره النهايه. التركيز حتى صافره النهايه، هم مش محتاجين كلاعيبه كمنفذين لخطط كمهارات فرديه، محتاجين اي رسائل ان شاء الله عليهم. الرسالة الوحيدة هي التركيز حتى صافرة النهاية. لأنه في لما بيروح التركيز ولو لمدة دقيقة ممكن بتحصل فيها مشكلة. فهو ما فيش، أنا كجمهور يعني أنا عارف روح الفانيلا الحمراء، وعارف اللاعبين بيعملوا إيه، وعارف هذا الجيل من اللاعبين وهذا الفريق اللي كسبناه وهذا المدرب الرائع اللي كسبناه ايضا مستر كولر. انا عارف ان هم يعني قدها وقدود ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله. اللحظه الوحيده هي نفقد التركيز ولو لجزء من التركيز، وده مهم جدا، رساله مهمه جدا، التركيز خلال 90 دقيقه. وحضرتك شاعر كبير جدا يا استاذ جمال، وبنستمتع باشعارك وكتاباتك، كمان بتكتب في الكوره ما شاء الله كويس جدا. مش عايزين نكبرك برضو، ما شاء الله عصرت العشر بطولات الافريقيه للنادي الاهلي. البطوله الاستاذ جمال ما ينساهاش من ذاكرته دايما، البطوله العالقه في ذهنه. بص الجون بتاع ابو تريكه هناك، مباراه الصفاقس هناك 2006 مع الصفاقس. بالك ان احنا هنا متعادلين هنا ايوه، واخد بالك، نكسب 1-0 بجون ملعوب حلو قوي من تريكا، يعني من الاساطير الكره المصريه. دي بطوله كان ليها طعم خاص جدا جدا جدا، ان شاء الله تدخل في ذاكره الكره المصريه البطوله 11 للنادي الاهلي يوم 11 ان شاء الله باذن الله. توعدنا بقى واحنا على الهواء دلوقتي ان شاء الله يوم 11 لو الاهلي حقق البطوله 11 باذن الله، هتوعدنا باغنيه بقى ان شاء الله على النادي الاهلي؟ طيب انا طبعا اوعدك بالاغنيه الثانيه، لان انا عملت اغنيه قبل كده. ايوه اتمنى انكم هتلاقوها طبعا عندكم اكيد عندنا، تعيدوا يعني اذاعتها تاني. طب ما تقولها لنا بصوتك واحنا على الهوا دلوقتي. والله والله للاسف انا يعني بحفظ كلمات الاغاني يعني، انما هي اسمها الاهلي حبيب، وغنتها الرائعه امال ماهر من الحان الموسيقار الكبير امير عبد المجيد. اكيد عندنا عندكم كلابسه فستان احمر وملعلعه وحاجه. اخيرا يا استاذ جمال، يعني احنا اطلقنا هاشتاج الاهلي يقدر، عايز اسمع راي الاستاذ جمال بخيت، ان شاء الله الاهلي يقدر؟ طبعا يقدر يقدر. هو انا والله مش قادر اقول لك انا شايف النتيجه دلوقتي. انا يعني الاهلي يقدر، لانه الاهلي مش يقدر على مباراه، الاهلي قدر انه يحط نفسه في مكانه مع اهم انديه في العالم، ويكفي انه الثاني على العالم في الحصول على البطولات القاريه. حقيقه فكره ان الاهلي هو اسطول الكره الافريقيه، هو النادي الاهلي زعيم الكره الافريقيه بلا منازع، هو النادي الاهلي. الاهلي هو النادي الوحيد في العالم اللي عدد بطولاته اكثر من عدد سنوات حياته نشاته. يعني هو من نشأته لحد النهارده احسبها كام سنه؟ الاهلي عدى بالبطولات حقيقه، عدى بالبطولات، وهذا وده النادي الوحيد في العالم حقيقه اللي حقق هذا الرقم حقيقه ان شاء الله. اتطورت عليها في الاغنيه اللي هي بتاعت الاهلي حبيبي على فكره.
ان شاء الله. الاستاذ جمال بخيت شاعرنا الكبير بنشكرك شكرا جزيلا، وهو وعدنا على الهوا ان شاء الله يوم 11 والاهلي حصد البطوله ال 11 باذن الله هيكون لينا اغنيه عن النادي الاهلي. وبفكر حضراتكم برضو في المحفل العالمي الكبير كاس العالم للانديه، والاهلي بيسجل برضو في انديه كبيره زي ريال مدريد زي فلامينجو، دي كلها انديه كبيره. فالنادي الاهلي ان شاء الله كلها، والكلام ده بالمناسبه كان السنه دي، كان السنه دي كل البطولات اللي احنا بنعددها، كل المواقف اللي احنا بنقولها، هو نفس الجيل وهي نفس اللعيبه. علشان كده لازم كل واحد يفتكر اللي عمله السنه دي علشان ان شاء الله يكون موسم استثنائي لنادي الاهلي في كل شيء باذن الله. كده احنا قفلنا الملف الافريقي بالنسبه للنادي الاهلي. في النهايه بنتمنى كل التوفيق لاعبي النادي الاهلي، كل البعثه ان شاء الله اللي هتسافر يوم الخميس على طياره خاصه، ان شاء الله يوم الاحد باذن الله يرجعوا لنا بكاس افريقيا باذن الله. نروح بقى لكلام مهم جدا، كلام انتشر خلال اليومين اللي فاتوا عن طريق الاستاذ وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد كره القدم. يا ريت لو معانا الخبر نعرضه على الشاشه دلوقتي علشان الاستاذ وليد العطار قال كلام مهم جدا، والكلام ده عايزين ناخده عشان نوثقه ان شاء الله لما يجي وقته في شهر 8. ربنا يحيينا ويحيي حضراتكم لشهر 8 علشان نشوف هل الكلام ده هيتنفذ ولا لا. اتحاد الكره، اي نادي مديون لن يشارك في الدوري الممتاز. استاذ وليد العطار قال التراخيص اللي بتاخدها الانديه اصبحت ضروره للغايه، ليست فقط من اجل المشاركات الافريقيه بل من اجل التواجد ايضا في بطولة الدوري المصري الممتاز كمرحلة أولى ثم دوري المحترفين القسم الثاني، ولكن هناك عدة معايير للحصول على التراخيص. أضاف أيضا أستاذ وليد العطار كل نادي يقدم ميزانياته الخاصة على مسؤولية النادي، وهناك مسؤول مالي من اتحاد الكرة سيطلع على الميزانيات، ولو ظهر على مدار الموسم مخالفة أحد المعايير من لجنة التراخيص سحب الرخصة من النادي. هناك عدة معايير منها المالي والرياضي والإداري والبنية التحتية. وأيضا قال لن يكون هناك أي نادي مديون إلى اتحاد الكرة، وحطوا تحت دي مليون خط، لن يكون هناك أي نادي مديون إلى اتحاد الكرة ويحصل على الرخصة، وأي نادي سوف يشارك في الدوري الممتاز عليه تصفية ديون أو الجدولة، وأي نادي مديون لنادي آخر عليه تقديم أوراق إما بدفع المديونية أو تأجيلها أو جدولتها. هنشوف الجدولة وهنشوف وقتها اتحاد الكرة هيعلن عن الجدولة إزاي. وختم حديثه قائلا أيضا نريد وضع ضوابط للأندية في الموسم المقبل وأن نعيد ضبط الأمور في المواسم المقبلة من الناحية المالية، ولذلك خطبنا جميع الأندية بضرورة التواجد في ورشة العمل، وأي نادي لن يحصل على الرخصة فلن يستطيع المشاركة في بطولة الدوري المصري الموسم المقبل وفقا للائحة. يعني كلام الأستاذ وليد العطار عايز يقول مفيش أي نادي مديون لاتحاد الكرة هيكون معاه رخصة علشان يشارك في الدوري الممتاز او في بطوله دوري ابطال افريقيا. هو ده كلام الاستاذ وليد العطار. تاني رجعوا لي بقى كده لو سمحتوا، عايز يقول اي نادي عليه مديونيه لاتحاد الكره مش هياخد الرخصه علشان يشارك في دوري المحترفين الدوري الممتاز او بطوله دوري ابطال افريقيا. ده كلام محترم، هنشوف الكلام ده ان شاء الله واحنا بنسجله على الهوا مع حضراتكم في شهر 8 لما القيد يتفتح، هنشوف هل الكلام ده هيحصل ولا مش هيحصل. بس أنا بقول لحضراتكو في المشمش يا سيمشمش سؤال بنسجله. دي كانت أو كان مسلسل للكاتب الكبير الأستاذ أسامة أنور عكاشة، وكان كتب كلمات الأغنية للأستاذ الكبير أحمد فؤاد نجم في المشمش يا سيمشمش سؤال بنسجله. السؤال ده بنسجله علشان ربنا يحيينا ويحييكم لشهر 8 نسأل الأستاذ وليد العطار وقتها الكلام ده هيحصل ولا لا. نروح بقى لاختبارات النادي الأهلي علشان نزف بشرة سارة لكل عشاق النادي الأهلي وكل المحبين وكل الناشئين اللي حابين يكونوا موجودين إن شاء الله في النادي الأهلي وفي يوم من الأيام يلبسوا تيشيرت النادي الأهلي. بعد أيام قليلة جدا وساعات قليلة جدا سوف يتم الإعلان عن اختبارات النادي الأهلي اللي هتبدأ إن شاء الله في مدينة نصر، وإن شاء الله هتكون بعد كده المرحلة الثانية في محافظات مصر. تاني، بعد أيام قليلة وساعات قليلة قادمة سوف يتم الإعلان إن شاء الله من خلال السوشيال ميديا للنادي الأهلي، صفحات النادي الأهلي الرسمية وأيضا كمان قناة النادي الأهلي، هنقول لحضراتكم اختبارات النادي الأهلي إمتى.
اللي هتنطلق بعد ايام قليله باذن الله، وان شاء الله هتبتدي الاول في النادي الاهلي في مدينه نصر، وبعد كده ان شاء الله النادي الاهلي هيروح المحافظات وهيكون فيه مشاركه كبيره. وكمان النادي الاهلي بيسهل على اولادنا في المحافظات، كل واحد حلمه في يوم من الايام يلبس تيشيرت النادي الاهلي، النادي الاهلي هيروح المحافظات، وان شاء الله النادي الاهلي من خلال الاختبارات يضم مواهب ان شاء الله تكون قريبا موجوده في النادي الاهلي. نروح لفاصل، وبعد الفاصل كابتن عمرو الحلواني هيكون معانا وحديث عن النهائي الافريقي واكاديميات النادي الاهلي، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ضيفي وضيفكم دلوقتي بيرحب بيه واحد من نجوم الاهلي السابقين وايضا واحد من ابناء الاهلي السابقين، كابتن عمرو الحلواني. شرفنا يا كابتن عمرو. كابتن اسامه، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ زي الفل يا كابتن. نقول مبروك. الحمد لله، طبعا حاجه كويسه جدا ان انا موجود في جوه جدران النادي الاهلي، حاجه مميزه. طب نقول للناس ايه؟ مبروك على ايه؟ على المدير الاكاديميه كابتن عمرو حلواني، يعني من كام يوم اصبح مدير اكاديميه النادي الاهلي فرع بنها، وبعد اعتزال كره القدم يعني خد كارير المجال الاداري، وهو كان حابب الكلام ده، واول مكان اشتغل فيه في بيته النادي الاهلي. ده شرف ليا يا كابتن اسامه، وحاجه مميزه جدا. لما كابتن شطه كلمني وانا رحبت بالموضوع ورحت اتكلمت مع كابتن شطه، بصراحه حاجه كبيره جدا. كابتن شطه كان مدربي وقيمه وقامه يعني، واتكلمت انا وهو في حاجات كتيره في موضوع الاكاديميه. بصراحه يعني رحب جدا وقال لي انت واحد من ابناء النادي الاهلي، وانا مرنتك وعارفك كويس جدا، انت عندك طموح، فاداني المجال اللي انا ابقى مدير الاكاديميه في فرع بنها، وقال لي اللي انت عايزه هعمله لك كله. واتكلمت معاه في كذا حاجه اسامه، والله كل حاجه، واتكلمت معاه كابتن شطه قال لي متاحه ليك، والحمد لله دلوقتي بدانا نمشي في الحاجات. جميل كابتن شطه جدا، صراحة جدا جميل ومحترم، كان معايا الحلقه اللي فاتت وما بيتاخرش عن حد، وعامل شغل يعني رائع. فكنت النادي الاهلي، وكمان الحلقه اللي فاتت اللي مان على الهواء اداك حقك واتكلم عنك كلام محترم جدا. طبعا كابتن شطه مدربي وابويا طبعا، وراجل قيمه كبيره جدا في الاداره، وقيمه كبيره جدا في افريقيا. كابتن شطه بصراحه حاجه مكسب لاي منظومه يكون فيها يعني. انا برضو عايز يعني اشكر الناس بتوع بنها، الدكتور جمال سوسه والدكتور تامر سمير والدكتور هاني زكريا، الناس دي بصراحه المسؤولين عن الجامعه والمشرفين عن الجامعه اللي فيها الاكاديميه. بصراحه اول لما كلمتهم رحبوا جدا بالموضوع وقالوا احنا معاك في اي حاجه، هم بيحبوا النادي الاهلي وهم عارفين قيمه. والفرع هناك معمول في جامعه بنها. جامعه بنها كويس. وكمان هم عارفين قيمه النادي الاهلي يا كابتن اسامه، وعارفين النادي الاهلي ده حاجه كبيره جدا وحاجه براند يعني. انا بصراحه رحت يعني كنت مبسوط بالمقابله اللي هم قابلوني بيها، ومبسوط بحب الناس للنادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله كابتن، انا بوعد اهالي بنها واولياء الامور بتاع بنها ان شاء الله هيشوف حاجه مختلفه السنه دي، هيشوف حاجه تليق باسم النادي الاهلي، هيجيبوا اولادهم ان شاء الله نعلمهم مش كوره بس يا كابتن اسامه، كوره وادب واخلاق وحاجات تاديبيه سلوكيات وحاجات سلوكيات وفي التغذيه، لا حاجات كتيره جدا، هتشمل حاجات كتيره جدا. وكمان خدت وعد من الكابتن بدر رجب، اي لعيب كويس. اي لعيب موهوب يعني مع جدا الشيء. جدا بصراحه يعني اي لعيب موهوب انا شايفه والمدربين شايفينه، على طول هتواصل مع كابتن بدر وانقله القطاع النادي الاهلي. في هي النادي الاهلي كلها كابتن اسامه كلها منظومه كامله متكامله بتشتغل على اعلى مستوى، حاجه بروفيشنال يعني. انا سعيد بالتجربه دي وان شاء الله ننجح كلنا ان شاء الله. بدات العمل في بنها ولا لسه في مرحله التحضير دلوقتي؟ احنا الافتتاح بتاعنا اشتراك للموسم الجديد فتح بقاله 10 ايام بالظبط. اول ما كابتن شطه كلمني تاني يوم على طول رحت بنها وشفت الحاجات اللي احنا عايزينها، وشفت السلبيات والايجابيات اللي موجوده هناك، وقعدت مع الناس. وان شاء الله الافتتاح يوم 15/6 باذن الله، هنعمل حاجه باذن الله مختلفه. اوعد الناس هناك اللي هنعمل حاجه تليق باسم النادي الاهلي، والولد هيجي يبقى حابب اللي هو يكون موجود في الاكاديميه، وهيبقى فيه نظام وفي سيستم هيعجبهم ان شاء الله باذن واحد احد يعني. يوم اعتزالك او كان مباراه الاهلي مع اسوان، اخترت ان اليوم اللي تتكرم فيه يبقى فيه طرف النادي الاهلي. طبعا طبعا، انا واحد من ابناء النادي الاهلي، تربيت في النادي الاهلي ولعبت في النادي الاهلي 10 سنين يعني، خدت مع النادي الاهلي معانا على الهواء دلوقتي. ده ملعب اسوان، مباراه الاهلي كانت مع اسوان،
واخترت انت اليوم ده يكون الاهلي طرف. خد بالك يا كابتن اسامه، انا اللي قررت اللي يكون ماتش اسوان والنادي الاهلي وقلت اعتزل، عشان ده اسوان عملت معاهم موسم استثنائي وشعب اسوان انا بحبه جدا على المستوى الشخصي، والجمهور كله اهلاوي، والنادي الاهلي طبعا ده اللي اتربيت فيه ونادية. فانا قلت لازم اما اجي اعتزل في النادي اللي انا اتربيت فيه والنادي اللي انا بحبه جدا. بصراحه انا يعني جمهور النادي الاهلي فاجئني استقبلك استقبال كبير، استقبال انا بصراحه حاجه كبيره جدا، وجمهور اسوان استقبلني استقبال حاجه كبيره جدا بصراحه. كنت مبسوط قوي اليوم ده، وجمهور النادي الاهلي بصراحه حتى بعدها كتبوا كلام يعني فرحني قوي قوي، وده المعتاد من جمهور النادي الاهلي اللي هو واقف جنب ولاده وبيحس بولاده وبيحس اللي هو قد ايه انت اديت للنادي الاهلي او واحد من ابناء النادي الاهلي. يعني رتبت مع مين اللحظه دي علشان يعني يحصل التكريم ده قبل المباراه؟ كلمت كابتن سعد حفيظ بصراحه، كلمته قبلها بيومين، قال لي عمرو اللي انت عايزه هعمله لك، قال لي اللي انت عايزه انا هعمله لك، انت يعني على المستوى الشخصي انا بحبك جدا وعمرك ما عملت معانا مشكله او وانت في النادي الاهلي عملت مشكله، اللي انت عايزه اعمله لك يا كابتن، عايزك تبقى موجود اليوم ده والنادي. قال لي اي حاجه عايزها صعبه انا هحلها لك. وكلمت طبعا رئيس نادي اسوان ونائب رئيس نادي اسوان، بصراحه كله رحب وكل الناس رحبت وكل الناس كانت موجوده الحمد لله، وبفضل الله يعني الحمد لله طلع تكريم. الوالده يعني موجوده برده والاسره، دي كانت اهم حاجه اللي والدتي تكون موجوده. والدي الله يرحمه برضو لو كان موجود كان نفسي يبقى موجود، بس والدتي عشان تعبت معايا، هي والدي الله يرحمه وانا صغير كانوا بيجي معايا النادي الاهلي مدينه نصر وتعبوا، فانا صممت اليوم اللي انا ابقى اخر يوم فيه والدتي هي اللي تتكرم بالنيابه عني عشان تعبت، وهو احمد اخويا برضو جنبها، بصراحه كل الناس تعبت يعني، فكان يوم جميل بالنسبه لي. يعني شعورك يا حلواني يعني وانت ابتديت مشوارك في النادي الاهلي، انت ابتديت وانت عندك كام سنه؟ 10 سنين. 10 سنين في النادي الاهلي، في استراحه النادي الاهلي، في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، وطلعت فتره الدرجه الاولى، وبعد كده لعبت الانديه احترفت ولعبت الانديه اخرى، وبتختم تكريمك في النادي الاهلي، ودلوقتي محطه بقى بتبتدي مشوار جديد في النادي الاهلي مره اخرى في اكاديميه النادي الاهلي والعمل الاداري. بص يا كابتن اسامه، النادي الاهلي يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى النادي الاهلي علمني حاجات كثيره جدا جدا، يعني سهل لي الطريق اللي انا ابقى من اللعيبه الحمد لله في مصر الناس بتتكلم عليها كويس، بسبب اللي انا وانا عندي 10 سنين متربي على حاجات ما بتتغيرش في النادي الاهلي، اللي هو الاسس وتعرف اللي ليك واللي عليك وتحترم مدربك وتحترم شغلك واكل عيشك وتبقى حريص جدا على كل كبيره وصغيره في النادي الاهلي، وتعلمت ازاي تبقى وانت صغير تكسب وتاخد بطولات. ده اللي فادني ما رحت اوروبا يا كابتن اسامه، يعني حسيت ان الموضوع كان سهل جدا لما رحت اليونان، اللي الموضوع زيه زي النادي الاهلي زي اوروبا بالظبط، اللي انا مواعيدي مظبوطه، تماريني، المدرب، تذاكر الماتشات، تشتغل كوره، ما تلعبش كوره تشتغل كوره. وانا صغير كان طول الوقت مستر كروفر وكابتن بدر رجب وكابتن محمد وهبه وكل الناس اللي في القطاع وكابتن شطه وكابتن علاء ميهوب طول الوقت كان، وكابتن ضيق طول الوقت كان بيكلموا ان انت لازم تشتغل كوره ما تلعبش كوره، طول الوقت كانت في دماغنا تشتغل كوره، شغلتك يعني تذاكرها كويس، يعني تهتم بكل تفصيله، تنام كويس، تاكل كويس، تشرب كويس، تذاكر الماتشات، تبقى لعيب مميز طول الوقت، لازم تبقى موجود في حته تبقى مميز طول الوقت، كان النادي الاهلي دايما يتكلم كده معانا، لازم في اي حته تكون موجود فيها لازم تبقى مميز يعني. فتعلمت حاجات كتيره جدا حتى لما سبت النادي الاهلي ورحت اوروبا طبقتها، وجيت حتى في انبي، قعدت 10 سنين في انبي برضو، ما تبقى لعيب وتلعب في نادي كبير 10 سنين حاجه برضو، ده يدل ان انت الحمد لله كنت ملتزم جدا وما عملتش مشكله واحده في النادي، وكنت كابتن النادي انبي، فمرينا برضو بظروف كويسه، كانت الموضوع سهل بالنسبه لي اللي انا عارف اللي ليا واللي عليا وانا صغير يعني. وانت بتكلمني دلوقتي بتقول لي اتمرنت زمان مع الكابتن بدر رجب وانت لسه في مدرسه الكوره، شاف عوده كابتن بدر رجب بعد السنين دي كلها مره ثانيه للنادي الاهلي ازاي؟ كابتن بدر رجب مكسب كبير معاه طبعا، وايام كورفر كمان طبعا، كابتن بدر رجب مكسب كبير. انا شايف الكابتن بدر رجب من اهم مدربين المراحل السنيه الناشئين في العالم مش في مصر بس، راجل اكتسب خبره رهيبه بقى له اكتر من 20 25 سنه شغال في المجال ده، راجل يعني بيذاكر جدا وبيشوف الحاجات الحديثه، راح دبي قعد في نادي الجزيره اكتر من 10 او 15 سنه، لو هو ما كانش جامد جدا ما كانش نادي الجزيره مسك فيه 10 15 سنه كابتن اسامه، فالراجل ده مهم جدا، مكسب كبير جدا جدا للنادي الاهلي. انا متهيألي السنين الجايه هتشوف لعيبه كتيره جدا في قطاع الناشئين هتطلع النادي الاهلي زي ما هو كان موجود وطلعنا كلنا النادي الاهلي، او حتى لو مش موجود في النادي هتمثل انديه ثانيه بس انت باسم النادي الاهلي اللي انت تربيت فيه يعني. عايز ارجع لفتره مدرسه الكوره دي من الفترات المهمه، عايز اعرف ابرز اللعيبه اللي كانوا معاك وقتها.
لا كان في لعيبه كتير قوي، كان في لعيبه كتير، كان معايا زكريا، كان مؤمن طبعا طبعا مؤمن يشفيه. ربنا يشفيه يا رب. كان معايا في مدرسه الكوره كان معايا واحد اسمه موكش دلوقتي بيلعب في الشريط الدخان، كان معايا علاء كمال، كان معايا كهربا، كان معايا كهربا طبعا بس كهربا كان اصغر مننا شويه. كان معايا في الناشئين كلها عامه غير مدرسه الكوره، كان معايا انت كابتن اسامه كنت موجود معايا في الاستراحه مدرسه الكوره. ما كان في لعيبه كتير قوي، احمد شكري كان موجود، محمود توبه كان موجود، اللعيبه اللي هي دلوقتي بتلعب في الدوري الممتاز كان معايا لعيبه مميزه جدا ساعتها في التوقيت ده، كان من احسن لعيبه مصر في المراحل السنيه. فدلوقتي انا مش مذاكر لعيبه كتير يعني بس كابتن بدر رجب بيقعد يطلع وقتها اسماء للعيبه. احمد سمير فرج برده كان موجود في الناشئين. لا كان عبد الله جلال، كان في لعيبه كتيره جدا موجوده في الفتره دي. الكابتن بدر رجب كان بيطلع اسماء على اللعيبه وقتها. كان بيطلع تريزيجيه، هو اللي طلع لتريزيجيه، كهربا يعني كان. لا هو كابتن بدر رجب ما شاء الله عليه في الحاجات دي، كمان دمه خفيف جدا جدا، كان هو بيشوف اللعيب ستايله ايه وشكله ايه، كان بيطلع قفشات على اللعيبه. فكابتن بدر رجب من الحاجات اللي هو كان مميز فيها اللي هو قد ايه بيشوف اللعيب، يعني ممكن يوم بتفرج عليه مره مرتين يقول لك الولد ده هيبقى لعيب كبير، كمل او ما كملش بالظبط، الولد ده هيبقى مش عارف بعد سنه سنتين، لا ده هيكمل وهيبقى منتخب مصر. بصراحه كابتن بدر رجب خبره كبيره جدا في المجال ده. عايز ارجع لاكاديميات مره ثانيه. شايف فكرة انتشار الأكاديميات إزاي دلوقتي؟ ما شاء الله النادي الأهلي عدد أكاديمياته ما شاء الله بيتجاوز 22 أكاديمية، متواجد في معظم محافظات مصر. النادي الأهلي دلوقتي موجود عنده أكاديميات دلوقتي ما شاء الله في الإمارات. فكرة انتشار الأكاديميات شايفها إزاي، خاصة أنك أنت ما بتدورش على الربح المادي أو الفلوس بس، أنت زي ما أنت بتقول هيبقى في تواصل مع الكابتن بدر رجب لاكتشاف المواهب، برضو شعبية النادي الأهلي وجماهيرية النادي الأهلي بتكون متواجدة في بنها وفي الشرقية وفي المنصورة وفي السويس وفي الصعيد وفي كل محافظات مصر. دي احلى من احلى قرارات النادي الاهلي خدها كابتن محمود الخطيب طبعا، اللي هو بيخلي قد ايه جمهور النادي الاهلي بيحب النادي الاهلي. النادي الاهلي حوالي 70 80 مليون في مصر كلها، لما تفتح اكاديميه في كل بلد ده في ناس كتيره جدا بتحب النادي الاهلي. النادي الاهلي براند كابتن اسامه. فلما والده ابنه يروح يلعب في النادي الاهلي دي حاجه كبيره جدا، انا شايف دي حاجه مميزه اللي النادي الاهلي فكر فيها. النادي الاهلي فكر بره الصندوق خالص، فعمل حاجه جديده قد ايه، حتى في لعيبه كتيره جدا بتبقى مظلومه، يعني مثلا اسوان ولا اسيوط ولا المنيا ممكن تلاقي لعيبه مميزه قوي بس مش قادرين يجوا القاهره. فلما الاكاديميات انا كنادي الاهلي بروح لهم بالظبط، انت كنادي الاهلي بتروح، ولو لعيب مميز مليون في الميه هيوم النادي الاهلي هياخده ويقوم جايبه القطاع ويشتغل مع كابتن بدر رجب او اي حد موجود في سنه يعني. فدي كانت برده ميزه، لو كل سنه كابتن اسامه في الاكاديميات طلعوا من كل بلد 2-3 لعيبه مميزين ياخدوهم القطاع، بعد 10 سنين هتلاقي اللعيبه دي كلها في النادي الاهلي وتتباع بارقام رهيبه يعني. تمام، عايزين نروح برضو فرصة وانت موجود معانا نتكلم عن الاهلي والوداد ومباراة برضو مهمة، المباراة الافريقية القادمة. لعبنا الشوط الاولاني في القاهرة انتهى 2-1، عندنا مباراة تانية. شفت المباراة الاولى ازاي؟ انا عايز اقول بس للنادي الاهلي عمل ماتش كويس جدا. النادي الاهلي كسبان كابتن اسامه مش خسران، النادي الاهلي كسبان 2-1. النادي الاهلي لعب 86 دقيقه على اعلى مستوى دفاعيا وهجوميا، كل لعيب ما بخلش باي حاجه، كل لعيبه الماتش ده ادت 9 من 10. باين قوي كابتن اسامه مستر كولر فيه شغل، باين قوي اللي فيه شغل في الملعب، الخطه اللعب اللي بيلعب بيها 4-3-3 دي باين اللعيبه خلاص بقى في انسجام. النادي الاهلي بقى له 14 ماتش دخل في مرماه جون واحد بس بعد ماتش سان داونز. الاهلي اللعيبه حتى بقى في محمد هاني، علي معلول بقى يدافعوا على اعلى مستوى، اللعيبه تحس ال 11 لعيب بقى تحت الكوره بقى يدافعوا كويس جدا. خد بالك بقى كابتن اسامه كمان، النادي الاهلي بره ارضه بقى يلعب دلوقتي كويس جدا، ماتش الترجي كسب 3، ماتش القطن كسب 4، فبيلعب بره ارضه كويس جدا. الناس قلقانه، انا عايز اقول النادي الاهلي، انت النادي الاهلي هم اللي بقوا قلقانين، انت رايح كسبان وعامل ماتش كويس جدا. انت عندك فرص يعني، انت النهارده لو تعادل سلبي او تعادل ايجابي تكون البطوله ان شاء الله للنادي الاهلي يا كابتن اسامه. حتى لو انت مثلا خسرت لا قدر الله 3-2 تبقى البطوله من نصيب النادي الاهلي، وعندك فرصه ايضا لو انت خسرت 1-0 عندك فرصه تعوض الهدف طوال 90 دقيقه طبعا وتحقق التعادل، او لو خسرت 2-0 عندك فرصه انك تجيب هدف طوال 90 دقيقه وترجع المباراه مره ثانيه وممكن تروح الوقت الاضافي وركلات الترجيح. فانت
فرص النادي الاهلي كبيره. لا بص يا كابتن، النادي الاهلي دايما بيلعب على الفوز. يعني اللعيبه كلها كل فكرها دلوقتي او مستر كولر بيلعب على الفوز وبيلعب ان هو ياخد بطوله افريقيا. النادي الاهلي يا كابتن والوداد هي اللي لازم تبقى هي القلقانه، مش النادي الاهلي. النادي الاهلي كسبان، النادي الاهلي عمل ماتش هنا في ارضه كويس جدا، والنادي الاهلي اللعيبه كلها لعيبه عندها شخصيات، لعيبه النادي الاهلي عندها شخصيات، لعيبه النادي الاهلي طول الوقت لازم تبقى يعني رايحه هناك وعارفه اللي هي لازم تاخد البطوله، لازم تاخد البطوله ولازم تكسب باي نتيجه او حتى تعادل. فانا واثق مليون في الميه لكل لعيب في النادي الاهلي حاطط في دماغه اللي هو لازم يبقى فيه مكسب ان شاء الله، وناخد البطوله ال 11 ان شاء الله، ونفرح جمهور النادي الاهلي باذن الله. ايه الحاجات اللي لازم يركز عليها كولر هناك؟ يعني اولا لازم اللعيبه كلها تدافع 100% 100%. لازم كل لعيب يقفلوا المساحات جنب بعض، لازم يساعدوا بعض جدا، لازم اللعيبه كلها تركز في الكور الثابته. فرقه الوداد يا كابتن مميزين جدا في الكور الثابته. النادي الاهلي لو قفل كل مفاتيح اللعب بتاعه الوداد وركزوا في الكور الثابته، انا شايف النادي الاهلي ان شاء الله ممكن يطلع بالماتش وبنتيجه ايجابيه كمان ان شاء الله باذن واحد احد. يعني طب النهارده هناك هيفضل طول 90 دقيقه يدافع ولا برضه ممكن المباراه تتقسم لفترات؟ مليون في المية هتتقسم. عملية الاستحواذ مهمة جدا هناك طبعا. ازاي هناك ان انا اشتغل على المساحات اللي ممكن حسين الشحات يستغلها، ممكن برستاو، ممكن احمد عبد القادر، ممكن محمد شريف، ممكن محمود كهربا، قفشه يعني بتكلم على المجمل اللعيبه. انا عايز اقول للنادي الاهلي برضه كابتن اسامه، اللعيبه عندها شخصيات، يعني موضوع الجمهور ما هو متعود اللي هو يلعب قدام جمهور يعني، والنادي الاهلي متعود على كده طول الوقت. السنه اللي فاتت احنا اتظلمنا في البطوله دي، فانا شايف اللعيبه السنه اللي فاتت اتظلمت في نفس الملعب ان شاء الله هيبقى عندهم الخبرات اللي هم يروحوا يقسموا الماتش على ثلاث مراحل، رايحين وهم كسبانين، رايحين وهم عارفين هم هدفهم ايه بالظبط وما ياخدوا البطوله. فاكيد مليون في الميه لازم اللعيبه تبقى يعني يقللوا ميس باص كتير جدا، يبقوا بلغه الكوره كده كابتن اسامه يعني يعرفوا ازاي يمشوا الماتش. اكيد مليون في الميه اللعيبه عدت على الحاجات الاجواء دي كلها كتير جدا جدا. نسبه الاستحواذ كل لعيب كل لعيب في النادي الاهلي لعيب عنده شخصيه، لعيبه كبيره. احسن فترات حسين الشحات، احسن فترات بيرستاو، احسن فترات كهربا. يعني انا شايف الماتش اللي فات يا كابتن يعني كل اللعيبه كانت هايله، يعني بدليل اللي مستر كولر غير اول تغييره كان في الدقيقه 86 اللي هو اللعيبه كلها كانت شبه بعضها، اللعيبه كلها فنية على اعلى مستوى. نفس الحاله الفنيه لو دي نفس الحاله الفنيه هناك في المغرب، انا واثق مليون في الميه ان شاء الله النادي الاهلي هيعمل ماتش كويس جدا ويجيب البطوله ان شاء الله. طب من خلال المباراه الاولى شفت ابرز مميزات الوداد ايه اللي النادي الاهلي في المباراه الثانيه لا لازم نخلي بالنا من المنطقه دي، لازم نخلي بالنا من اللعيبه دي؟ شفت ابرز نقاط القوه في الوداد ايه؟ علشان النادي الاهلي ما انت خلاص تلعبت المباراه الاولى بالوداد خلاص بقى كتاب مفتوح بالنسبه لك وبالنسبه له، عشان اخلي بالي من المباراه الثانيه. لا لازم يخلوا باله من الكوتر اتاك ده رقم واحد، عشان عندهم سرعات قدام. ولازم يخلي باله من الكور الثابته يا كابتن، عشان هم هيعتمدوا على الكور الثابته جدا. هو الوداد طول الوقت بيلعب على الكور الثابته، يعني لعيبته بتلعب كور ثابته على اعلى مستوى، عندهم ثلاث اربع لعيبه بتلعب هيدرز برضو على اعلى مستوى، فالكور الثابته بالنسبه لهم ده سلاح مهم قوي قوي قوي. لازم النادي الاهلي يقفل كل اسلحه الوداد، فهي دي اهم ميزات الوداد، الكور الثابته عندهم بتبقى مميزه قوي قوي قوي. لازم النادي الاهلي يقفل المساحات دي. يعني الكرات الثابته هي دي اخطر حاجه مميزه في الوداد، اخطر حاجه. بدليل اللي هو ماتش سان داونز هناك، او ماتش سان داونز عندهم في كل الكور اللي جات لهم كور ثابته، وصعدوا بكره ثابته المساك بتاع الوداد سان داونز هو اللي دخلها في نفسه، فهم طول الوقت معتمدين على الكور الثابته بدرجه يعني 100%. بس طب شايف مين من لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله ممكن يعني يصنع او يعمل الفارق هناك في مباراه المغرب؟ احنا لعبنا هناك الرجاء وهنا كنا كسبانين 2-0، رحنا هناك عملنا مباراه او جيم دفاعي كبير جدا، كانت الخطوط كلها متقاربه، في اخر المباراه ظهرت الفرص هناك. تمام، شايف ممكن مين هناك يكون يعني اللي يقدر يقدم مباراه كبيره يصنع الفارق مع النادي الاهلي؟ انا شايف الفتره اللي فاتت اللي صنع الفارق بيرستاو وحسين الشحات، عاملين حاله بصراحه بيمر بافضل افضل فتراته. يعني انا شايف الاثنين دول احسن ناس في افريقيا مش في مصر بس الفتره دي، عاملين بطوله على اعلى مستوى من بعد ماتش سان داونز، يعني حاجه روعه. كهربا برده ماشي بصفه هايله في احراز الاهداف وبيجيب اهداف ويصنع اهداف. حمدي فتحي برده عامل حاله برده جامده جدا. انا شايف اللي ممكن برده هناك يصنع الفارق ممكن احمد عبد القادر لو نزل طبعا
السرعه والمهاره. طبعا مجدي قفشه برده لعيب كبير بيعرف بصير كويس جدا، عنده الكور الثابته كويسه جدا. علي معلول لو فايق برده هيفرق جدا مع النادي الاهلي. محمد هاني لو فايق هيفرق جدا مع النادي الاهلي. اللعيبه دي الفتره اللي فاتت عاملين ماتشات على اعلى مستوى وبيدوا 100% بتاعتهم بالنسبه للماتشات، فدول اللي هيبقى فيهم فارق كبير جدا بالنسبه للنادي الاهلي. محمد شريف برده. عايز اسالك عن علي معلول، وانت كمان كنت بتلعب باك ليفت ولعبت في الحته دي سنوات وسنوات، عن ادائه شويه ممكن يكون كان متضايق بعد الخطا اللي فات. علي معلول رصيده كبير وتاريخه كبير مع النادي الاهلي، لكن عندنا الهاشتاج، جهزوا الهاشتاج يا شباب، يا شباب. طيب نعرض بقى دعم وسندد جماهير النادي الاهلي. كنا اطلقنا هاشتاج من بدايه الحلقه ان الاهلي يقدر، وقلنا لكل جماهير النادي الاهلي ابعتوا لنا رسائلكم ودعمكم للاعبي النادي الاهلي علشان اكيد هتوصل. اول رساله معانا بتقول ان شاء الله الفوز ابتسام محمد معانا بتقول ان شاء الله الفوز للاهلي وان شاء الله الكاس اهلاوي يا رب. ايمان حلمي بتقول ان شاء الله بالتوفيق ويفرحونا باذن الله ويكون عندهم حماس الفوز بالبطوله باذن الله، يلعبوا باقصى مجهود عندهم. سوسو ايه ده؟ سوسو كوين، سوسو كوين، حارب على البطوله بروح الابطال، العب برجوله، متعه الكوره، افريقيا للكبار والاهلي اسطوره. الحادية عشر بتوقيت الاهلي، كلنا ثقه في لعبتنا رجاله وقد المسؤوليه ان شاء الله. مسج حلو قوي ده. محمد سعيد، كلنا ثقة فيكم ومننا كل الدعم يا رجالة، احنا الاهلي، احنا اللي يتخاف مننا، العب برجولة وموت على الكورة وربنا معاكم قبل اي شيء وترجعوا بالكاس. احمد العسوي بيقول ربنا معاكم يا ابطال افريقيا ان شاء الله، الفوز للاهلي وبالتوفيق ان شاء الله. سلوى بتقول بأمر الله وحوله وقوته تكون من نصيبنا وترجعوا مجبورين ومنصورين إن شاء الله يا رب. مصطفى كلنا ثقة في كل لاعبي الفريق ال 11 يوم 11 بإذن الله. أحمد حسام كلنا ثقة فيكم إن شاء الله راجعين بالبطولة. ياسر إحنا بنشجع الأهلي عشان المواقف دي ومتأكدين وعندنا كل ثقة إنكم هترجعوا بال 11 إن شاء الله. لازم أقف قدام رسالة ياسر، احنا بنشجع الاهلي علشان المواقف دي، هي دي المواقف اللي بتصنع الاجيال وبتصنع التاريخ وبتصنع الابطال وبتصنع المواقف اللي عمر جمهور النادي الاهلي ما بينساها. واحنا بنقول الاهلي في رادس لما خد بطوله من صفاقس كنا هنا متعادلين 1-1، وفي 2012 كنا متعادلين 1-1 هنا مع الترجي. هي دي البطولات اللي عمر جمهور النادي الاهلي ما بينساها، علشان كده ان شاء الله البطوله ال 11 تكون من نصيب النادي الاهلي، وانك تجيب البطوله ال 11 من قلب ملعب محمد الخامسة اكيد هيكون ليها فرحه كبير. محمد بن عيد بيقول ال 11 يوم 11 ان شاء الله. هشام سعيد كلنا ثقه فيكم يا رجاله وان شاء الله البطوله اهلاويه، وانا نفسي اتصور مع الكابتن بيمو في التتش. انا بوعدك يا هشام على الهوا لو خدنا البطوله ال 11 هوعدك ان شاء الله تروح التتش وتتصور مع الكابتن بيمو باذن الله. على فكره وبالمناسبه عندنا كبيره جدا دعم ومسانده، وبعد شويه هنبعت يعني وهنعرض دلوقتي رسائل حضراتكم، في دعم ورسائل مهمه جدا من جماهير النادي الاهلي علشان وقت حلقتنا. بعد شويه دلوقتي يعني هيكون معانا رسائل اخرى. حلواني عايز اسالك عن علي معلول، انت لعبت في المكان ده كتير، شاف علي معلول اداؤه ازاي؟ برضو علي شويه زعلان بعد الغلطه اللي فاتت، لكن ما شاء الله علي معلول تاريخه كبير مع النادي الاهلي، واحد من اللاعبين المهمين والمؤثرين مع النادي الاهلي. علي معلول لعيب كبير تحب تتفرج عليه، عنده حلول في الـ في الـ في الـ في الـ في النادي الاهلي، من اللعيبه اللي بقى له 3 4 5 6 سنين في النادي الاهلي بيديلك 9 من 10 طول الوقت. يعني لو انت عندك 34 ماتش في السنه او 40 ماتش في السنه النادي الاهلي هيعمل لك يعني 3 4 ماتشات بس هو اللي بيبقى وحش فيهم طول الموسم يعني. فعلي معلول عنده رصيد على النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي بيحب علي معلول، واي حد بيلعب جنب علي معلول حتى ما باجي اسال اللعيبه بيقول لك علي معلول لعيب ممتع، لعيب كبير عنده حلول ما بيخافش شخصيه النادي الاهلي. علي معلول ده شخصيه النادي الاهلي، طول الوقت بيهاجم، طول الوقت عنده حلول، طول الوقت عنده الكاريزما اللي هو يكسب، وطول الوقت عنده كاريزما اللي هو بقى غيور على النادي الاهلي. حصل كذا موقف انا شفتهم
لما الاهلي بيبقى متعادل او بيبقى كسبان بيلم اللعيبه. أيوة. دلوقتي كمان علي بقى محطوط في الصف اللي هو بقى قائد زي مع الشناوي ومع اللعيبه الكبيره كلها، مع ايمن اشرف، مع اللعيبه الكبيره دي كلها، فهو بقى واحد من ابناء النادي الاهلي دلوقتي، مش علي معلول بقى له واحد من ابناء النادي الاهلي. عادي، وارد يبقى تغلط غلطه عاديه، كل الدفاع غلطها واي حاجه، ده طبيعي في الكوره. ان شاء الله علي معلول قدها وهناك هيعمل ماتش جامد جدا زي ما هو متعود اللي هو يعمل ماتشات جامده جدا. انا واثق في علي معلول، هو لعيب كبير مش هيتاثر بالحاجات دي، وهو عنده رصيد عند النادي الاهلي وعنده رصيد عند اي حد بيحب النادي الاهلي والكوره الحلوه. وعلي كمان انا بحب اتفرج عليه جدا، فمن اللعيبه المميزه جدا جدا يعني. امبارح كان في اجتماع مهم للكابتن محمود الخطيب مع لعيبه النادي الاهلي، والاجتماع جه تاني يوم على طول بعد المباراه علشان يوصل لهم رسائل. احنا هناك، انا مش هتكلم عن تحكيم، انا مش هتكلم عن اي شيء، احنا قافلين على نفسنا، احنا مركزين كلنا كنادي اهلي، منظومه باداره بلاعبين بجمهور، احنا عندنا هدف واحد ان احنا نروح نجيب البطوله من هناك، نعمل اللي علينا طبعا بالتوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى، لكن لينا هدف كبير. حاجه روعه شفتها امبارح. طبعا تاني يوم على طول كابتن محمود الخطيب يبقى موجود ويوصل مسج مش للنادي الاهلي بس، مش للعيبه بس، لا ده لجمهور النادي الاهلي، ويوصل مسج لمصر كلها اللي انا موجود وفي ظهركم واحنا كسبانين. وحاجه بيوصل لهم اللي هو ما تشغلوش دماغكم باي حاجه، روح اشتغل، روح شخصيه النادي الاهلي، اعمل اللي عليك 100%، طلع كل عرق، نقطه عرق في الماتش، ما تشغلش دماغك باي حاجه بره الماتش، هتكسب البطوله. والنادي الاهلي متعود على كده كابتن اسامه، الحاجات الصعبه، المواقف الصعبه زي ما الناس بتقول، المواقف الصعبه بيبان رجاله النادي الاهلي، حارب على البطوله زي ما انا قريت المسج، حارب على البطوله. اكيد كابتن محمود الخطيب ادى دعم للناس كلها وادى دعم، انا كنت شايف حتى امبارح الفيديوهات بيضحك مع اللعيبه. أيوة. وبيضحك مع الجهاز الفني طبعا، هو عايز يقول لهم اللي انا الموضوع انا واثق فيكم جدا، حاجه ده مسج برده، بيضحك مع الجهاز الفني ويضحك مع اللعيبه ويوصل لهم مسج، ده حاجه كبيره جدا. وكابتن محمود الخطيب كمان كان يعني اسطوره في الحاجات دي، وكان لعيب كبير قوي قوي يعني، فهو عارف المواقف قد ايه اللعيب بيبقى متاثر، حاطط نفسه مكان اللعيبه، فبيوصل لهم مسج اللي هو ما تخافوش انا في ظهركم. رئيس النادي الاهلي بنفسه جه، كابتن محمود الخطيب نفسه موجود، بيوصل مسج للناس كلها اللي هو اشتغل، اعمل اللي عليك والباقي على ربنا. فده مسج قوي جدا جدا بالنسبه لكابتن محمود الخطيب، راجل كبير قوي قوي يعني. هناك المباراه اكيد صعبه، مش مباراه سهله، لكن مش مستحيل انك تتعادل وتكسب هناك، وحصلت قبل كده مع الوداد في المغرب. ازاي تتعامل مع الضغط الجماهيري الكبير ده يا حلوان؟ تشتغل بس، ما تشغلش دماغك ولا بوسائل الاعلام ولا بتلفزيون ولا اي حاجه. انا شايف اللعيبه الضغط الجماهيري اثناء 90 دقيقه في المباراه، انت متعود على كده كابتن اسامه، انت لعيب نادي الاهلي، انت عندك شخصيه، انت ما انت لو مش لعيب نادي الاهلي وما عندكش شخصيه ما تجيش في المكان ده، ما تلعبش في النادي الاهلي. النادي الاهلي غير اي نادي في افريقيا وغير اي نادي في اي حته في الدول العربيه، اللي هو الضغط الجمهوري بتاعه، انت متعود على كده. انت النادي الاهلي بيشجعه 80 مليون ولا 70 مليون في مصر كابتن اسامه، فطبيعي وانت في اي حته لازم عندك ضغط، فده النادي الاهلي متعود. ما الماتش اللي فات كان فيه حوالي 60 70 الف متفرج او 50 الف متفرج، فانت متعود على كده. لا، ما اظنش اللعيبه دلوقتي النادي الاهلي، شخصيه اللعيبه جوه الملعب، شخصيه الجهاز الفني، اللي هم بيبقوا قلقانين من موضوع الجمهور. انا بس الحاجه الوحيده بس اللي انا قلقان منها موضوع التحكيم بس، اللي هو انا عايز الحكم يبقى فير، يديني حقي ويبقى موجود بنسبه 100% في كل كوره، بنسبه 100% موجود في كل لعبه، فيديني حقي. ان شاء الله انا واثق 100% اللعيبه مركزه 100% وعارفين قد ايه البطوله دي مهمه قوي، عارفين قد ايه البطوله السنه اللي فاتت راحت مننا ظلم. أيوة. وما يعني اتظلمنا فيها، وعشان كده ربنا عوضنا بعديها ورحنا برضو المغرب. فدي كانت. طب ايه الفرق بين السنه اللي فاتت والسنه دي؟ لا فرق علشان كبير. برضو اللي مرتبط يعني بفكره بالسنه اللي فاتت والاهلي خسر البطوله والسنه دي، الفرق فرق كبير قوي يا كابتن، فرق اللي انت بتلعب ماتشين مش ماتش واحد. أيوة. فرق اللي انت لعبت في ارضك، فرق اللي انت كسبان 2-1. أيوة. مش متعادل ولا خسران، فرق اللي انا رايح وانا كبير، انا النادي الاهلي رايح وانا كبير، رايح وانا كسبان، ورايح هم اللي قلقانين مني مش انا قلقان منهم يعني. فانا واثق 100% ان النادي الاهلي هيعمل حاجه جامده جدا، وان شاء الله ان شاء الله هناخد البطوله. النادي الاهلي كله الجمهور او كل الناس متاكده ان اللعيبه كلها هتادي اللي عليها، وكل واحد مش هيبخل بنقطه عرق. فانا واثق يا كابتن اسامه، واثق ان شاء الله الرحمن، ان شاء الله الرحمن يعني ان احنا هناخد البطوله وهنفرح مصر وهنفرح جمهورنا الاهلي ان شاء الله باذن الله. حلو قوي النغمه دي، اي حد من بعد المباراه بتساله في اي مكان في اي حته على السوشيال ميديا حتى بيكتب، تقول له النادي الاهلي، يقول لك ان شاء الله نروح ناخد البطوله ان شاء الله. عكس السنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت ركزنا في حاجات كتير شغلتنا وخدت مننا وخدت من تركيزنا وخدت من مجهودنا، الجماهير وسفر الجمهور، طب الحكم، طب المسؤولين هناك، طب المباراه، طب نشتكي معرفش في الفيفا، طب المباراه كانت مباراه تانية، التآمر اللي اتعمل على النادي الاهلي.
فده كله خد من تركيز اللعيبه اكيد وهي بتتابع، الجهاز الفني وقتها، الاداره، الجماهير، الطاقه اللي كنا مفروض نوجهها ناحيه 90 دقيقه وناحيه الملعب ودعم اللعيبه والتركيز وازاي التعامل. السنه دي احنا كلنا بنتدارك الماضي، مش هقول الاخطاء، نتدارك الماضي علشان ان شاء الله السنه دي تكون بطوله من نصيبك. دي الخبرات بقى يا كابتن. ايوه دي الخبرات بقى اللي لعيبه النادي الاهلي وكل الناس اكتسبتها من المره اللي فاتت، اللي احنا ما بنشغلش دماغنا. خد بالك هو ممكن يكون المغرب عايز يدخلنا في حاجات زي السنه اللي فاتت، بس اللعيبه السنه دي تلاقيها مركزه وكل الناس مركزه في حاجه زي كده، والاخطاء اللي احنا عملناها السنه اللي فاتت السنه دي انا شايف اللي ما فيش ولا حاجه من بتاع السنه اللي فاتت، او جو الاعلام او جو كل حاجه واحنا واخدينها يعني بتركيز 100% وكلها مركزين في الكوره ومركزين في ادائنا، اللعيبه كلها مركزه حتى في ادائنا، في اداء اللعب واداء التكتيك، ومستر كورر تقريبا برضو حتى في المؤتمر الصحفي كان بيتكلم كلام كله كوره، حتى لما سالوه على الماتش هناك في المغرب قال لك انا كسبان وهلعب كوره واروح العب كوره واروح اكسب البطوله، هو ده الصح اللي النادي الاهلي بيفكر بيه دلوقتي، والخبرات اللي احنا اكتسبناها دي لازم ان شاء الله تبقى موجوده في الملعب ونكسب ان شاء الله باذن واحد احد ان شاء الله. تعالى برضو بقول لك عندنا رسائل كتير جدا النهارده، دعم ومسانده من جماهير النادي الاهلي. افريقيا يا اهلي ان شاء الله، سيد السيد، افريقيا يا اهلي ان شاء الله البطوله اهلاويه، واثقين فيكم يا ابطال. زينب بتقول ان شاء الله البطوله اهلاويه، وسوسن عبد الفتاح الحادي عشر باذن الله. طيب ناجي ابو سليم، لاعبونا رجاله وقدها ان شاء الله، وان شاء الله هنجيبها من كازابلانكا، ومفيش حاجه بعيده على ربنا، اهم حاجه التركيز. رضا عميره، العبوا برجوله وما تهبوش حد، واعملوا اللي عليكم وربنا يوفقكم ونكسب، غير كده يبقى بلاش تروحوا احسن. لا ان شاء الله اللعيبه مركزه يا رضا، وكله على قلب رجل واحد، وان شاء الله لعيبه قدها وقدود. طيب نروح نشوف التقرير ده، تقرير معانا عن مشروع قومي لتطوير المنتخبات المصرية لرعاية الأبطال الرياضيين بحضور الوزير الدكتور أشرف صبحي، وهيتم إنشاء صندوق دعم كبير علشان رعاية الرياضيين وأيضا كمان منتخبات الناشئين. نشوف التقرير ده مع بعض ونرجع نستكمل حوارنا مع ضيفي الكابتن عمرو الحلواني. احنا النهارده بنعلن مع اتحاد الكوره ومع مجموعه شركات اورا لدعم المنتخبات المصريه للناشئين. هذا الدعم طبعا هيكون ليه مجلس امناء بيدير محفظه ماليه ب 250 مليون جنيه على 12 سنه، لكن ده الحد الادنى قابله للزياده لتمويل هذا الدعم. الهدف منه هو استدامه المنتخبات وتطويرها. طبعا الاتحاد المصري بيكون له رؤيته واستراتيجيته وتمويله، لكن تميز هذا التمويل وتميز هذا العمل لازم يكون منطلق من طريقه تفكير مختلفه، ده اللي احنا بنعمله. واستدامه الاداء 12 سنه هيكون في دعم للمنتخبات المصريه في قطاعات في 2005 و2007 و2008 و2009. الحقيقه كل ما كان هناك العديد من المنتخبات، كل ما كان هناك استمراريه الاداء والتفوق. احنا المنتخب الحالي هيكمل لغايه 2026 اللي هي كاس العالم القادم، هيكون جيل يعني تقريبا خلاص المنحنى السني بتاعه، لازم يكون في قطاعات مختلفه يعني بعده من الاعمار السنيه، ويتم التاكد على ادائها وتطويرها لاستدامه التطوير. لازم يكون هناك مشروع لتطوير كره القدم المصريه. المبادره اساسا كانت في شكل مبادره ماديه ومشاركه مجتمعيه ماديه عن طريق شركه مع وزاره الشباب والرياضه. الهدف منها يعني تدعيم الاتحاد المصري لكرة القدم لتطوير المنتخبات اللي جاية في 2005 و2007 و2008 و2009. أنا بشكر طبعا سيادة الوزير وعلى دعمه الدائم للاتحاد المصري لكرة القدم. الاتحاد المصري هو معني باختيارات أجهزته الفنية، وهو معني باختياراته اللاعبين، لكن وضع خطة في الفترة اللي جاية ان احنا ازاي هنطور كره القدم، او نطور ازاي منتخباتنا في الفتره اللي جايه، هو ده اللي كان اساس في المبادره اساسا. اتمنى برضو كمان يبقى زي ما في مبادره مجتمعيه حاليا دلوقتي ماديه، نتمنى كمان يكون في مبادره مجتمعيه اعلاميه اللي فعلا، لان الاتحاد المصري لكره القدم محتاج، ولاعبين المنتخبات محتاجين في الفتره اللي جايه الدعم الاعلامي ان شاء الله. انت بتدعم منتخبات الناشئين، بس بعد كده هتجني الصمام ان هم دول هيبقوا، هو دول المنتخب الاول، هو ده اللي هيبقى منتخب الامم. فبالتالي
ده دعم مادي. في ناس اتكلمت على انه رقم مش كبير، ولكن احنا فاتحين الباب اهلا وسهلا لاي حد حابب ان هو يدخل معنا في المبادره ويدخل معنا في الصندوق ويدعم المنتخبات من خلال ان احنا بنوجد معسكرات جيده للاعبين، ان احنا بنقعد مع بنختار او الاتحاد بيختار اجهزه فنيه على اعلى مستوى علشان تكون تليق باسم ومكانه منتخب مصر، وده شرحه اعتقد الاستاذ جمال علام ومعالي الوزير، ان احنا بندعم ان احنا نقدر يبقى في معسكرات جيده، يبقى في مباريات على اعلى مستوى، يبقى في اجهزه فنيه بيدفع لها مرتبات كويسه، كل ده علشان نقدر نرجع تاني نبقى متواجدين باذن الله على الساحه الافريقيه زي ما كنا قبل كده. احنا حققنا بطوله افريقيا 2013، وصلنا لكاس العالم قبل كده، حققنا ثالث كاس العالم او برونزيه كاس العالم. اقصد ان كان لو كلنا نفتكر ان جيل الكابتن حسن شحاته كان حوالي 50 60% منه هو منتخب مصر 2006 و2008 و2010 الجيل ده، فاحنا عايزين يبقى عندنا الاجيال دي اللي هو اللي احنا نشتغل عليها، يبقى هي الاجيال دي اللي تمثل منتخب مصر بعد كده. سعداء جدا بالمبادره دي لانها طبعا هي تخدم المنتخبات الوطنيه كلها وقطاع الناشئين فيها بالذات او منتخبات الناشئين والناشئات. خلينا نتكلم بشكل واضح وفير ان دلوقتي منتخباتنا سواء كانت سيدات او رجال فهي محتاجه دعم قوي جدا منذ البدايه ومنذ الصغر. علشان نلاقي منتخب اول قوي لازم يبقى عندنا منتخب ناشئين قوي، وده مش هيتم غير فعلا بالمبادره دي من خلال بروتوكول التعاون اللي هيتم بين وزاره الشباب والرياضه ممثله في معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي، وكمان الاتحاد المصري لكره القدم المنوط باللعبه ممثل فيه رئيس الاتحاد الدكتور استاذ جمال علام، وكمان شركه اورا من خلال المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي ليها الاستاذ هيثم عبد العظيم. اللي انا شايفاها فكره رائعه جدا وهو دعم المنتخبات الوطنيه، المنتخبات الناشئين سن صغير من بدايتهم يوفر لهم بيئه صحيه ورعايه من جميع النواحي الفنيه والنفسيه والذهنيه والمهاريه، ان احنا نوفر لهم بيئه كامله ان هو يطلع منها عدد كبير جدا من اللاعبين ومنتخبات اللي يساعدوا في تطوير الكره المصريه. وطبعا اسم منتخب مصر هيحس بده فعلا من وجود لعيبه اكتر من واحد او اكتر من نجم زي محمد صلاح عندنا، يبقى عندنا نجوم كتير جدا من سن صغير يتم الاهتمام بيهم بالشكل اللي يليق باسم اللعيبه المصريين في الخارج زي محمد صلاح وغيرهم. فدي انا شايفها خطوه وبدايه ان شاء الله باذن الله مبشره ان شاء الله باذن الله، نتوقع لها التوفيق باذن الله والنجاح. احنا يعني نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. النادي الاهلي بيمثل مصر، بيمثل كل قطاعات الانديه داخل مصر، لان هو ده نهائي افريقيا. الجوله الاولى بدات في القاهره، الجوله الثانيه ان شاء الله هتكون مع الشقيقه في المغرب باذن الله، ربنا يوفقه، لان النادي الاهلي هيكون بعده المنتخب الاولمبي في المغرب، هيكون في مباراه المنتخب الكبير. دي الكره المصريه، ان شاء الله نتمنى التوفيق والعوده بالكاس. انا كمصري قبل ما اكون رئيس اتحاد اتمنى النادي الاهلي طبعا ان شاء الله الفوز، وباذن الله يعني اللاعبين المصريين خصوصا لاعبي النادي الاهلي ان هم قادرين ان شاء الله يحققوا لنا الفوز هناك ان شاء الله ويرجعوا لنا فايزين باذن الله. بنشكر زميلتنا هنا ابو القاسم على هذا التقرير. كابتن عمرو حلونا عشان وقت حلقتنا، دايما في كلامك بتقول النادي الاهلي غير اي نادي، ايه اللي يفرق النادي الاهلي عن اي نادي؟ لا يفرق كتير قوي يا كابتن اسامه، يفرق النادي الاهلي يعني طول الوقت بروح الفن الحمراء، ببطولاته، بانجازاته، بالحاجات الاوروبيه، بالحاجات العالميه، بكاس العالم للانديه، حتى بانتماء للولد بيديه للنادي الاهلي. وفي حاجه كمان يعني انا كنت مبسوط بيها جدا يا كابتن، اللي هو جيل بيسلم جيل حتى في مجالس الاداره. انا كنت موجود في الفرع الرابع، حاجه صرح غير طبيعي، حاجه اوروبيه. كابتن محمود الخطيب بيتكلم بيشكر كل المجالس الاداره اللي مسكت من اول يوم النادي الاهلي، هو ده روح النادي الاهلي، هو ده اللي تربينا عليه طول عمرنا، اللي جيل بيسلم جيل وكله بيشتغل يعني بيكملوا بعض. يعني ده النادي الاهلي، وده اللي احنا اتعلمنا فيه، وده روح النادي الاهلي، وده النادي الاهلي غير. يعني اخيرا يوم 11 النادي الاهلي يقدر؟ مليون في الميه يقدر. ده هو اصلا يعني كلمه يقدر معموله عشان النادي الاهلي يعني. والله ان يعني كلمه يقدر معموله عشان النادي الاهلي. يعني اي حد ماشي في الشارع او اي حد بيلعب كوره يقول لك النادي الاهلي ما عندوش مستحيل، النادي الاهلي بلس 90. فمليون في الميه النادي الاهلي يقدر، وكل جماهير النادي الاهلي عارفه وواثقه ان النادي الاهلي ان شاء الله يقدر وهيجيب البطوله باذن الله. يعني ان شاء الله شرفتنا ونورتنا كابتن عمرو، وبنتمنى لك التوفيق في الخطوه القادمه في اكاديميه النادي الاهلي. ربنا يخليك كابتن اسامه، ويعني شرف ليا ان انا موجود في قناه النادي الاهلي وموجود جوه بيتي النادي الاهلي، وان شاء الله تبقى على طول موجود معاكم باذن الله كابتن اسامه ان شاء الله. بكده وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، بشكر ضيفي الكابتن عمرو الحلواني، ويوم 11/6 يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي، وان شاء الله يومها النادي الاهلي
هيقدر. بكده وصلنا نهاية حلقتنا، نشوف حضراتكم إن شاء الله على ألف خير الأسبوع اللي جاي، والنادي الأهلي إن شاء الله متوج بالبطولة الـ11 بإذن الله.